ده شقتك يا نبيل صح؟ يا حبيبتي يا حبيبتي، لا سيبها سيبها سيبها، حاضر حاضر انا جاي اهو. طيب هو دي الستاره، انت بقى قاسم الدكان نصين مظبوط، نص اوضه نوم ونص معيشه. هو ده سريرك بس مظبوط؟ لا لا، اللحاف ده بنفرشوه على الارض ان هيموا العيال عادي. دي اسمها ايه؟ دي حنين. حنين، باي باي يا حنين. دكان اسمه نصين. حاضر. نصه للشغل ونصه الاولاد. نبيل مشكلتك ايه؟ مشكلتي ان انا معايا 3 اولاد معاقين ذهنيا وعايزين مساعده ويروحوا مدارس ويروحوا على حته. عندك 3 اولاد؟ يعني الكبير عندها كام سنه؟ 14. 14 والثانيه؟ 10. والصغير؟ 7 سنين. انت كان عندك شقه قبل كده يا نبيل؟ انا شايفك قاعد في دكان في الشارع. كان عندي شقه في بيت عيله وحصل مشاكل فسبتها ومشيت. بسبب العيال وشقاوه العيال وسبتها وقعدت كده. طب نبيل انت شغال ايه اصلا؟ شغلت على متاح. يعني يوم يوم وعشرة لا، يوم وشهر لا وشهر لا. طيب الشؤون مش بتدوك فلوس؟ الشؤون كانوا بيطلعوا 80 جنيه لكل عيل مساعدات. سيبها 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 شباب. وبعدين طلبوا اوراق وطلبوا حاجات ودينا بنجري عليها. بس انت بس انت قلت لي ان كان بيصرفوا على كل ولد 80 جنيه 80 جنيه. طبعا انت عارف اولادك ما بيدخلوش حمام عادي، يعني هو تغيير بامبرز بس ما يكفيش حتى ما يكفيش البامبرز. مظبوط. دوت اسمه ايه؟ ده عبد الله. عبد الله. طب انت طلباتك ايه؟ طلبات ان العيال دي يعني ربنا يقف معانا والرئيس السيسي ويخلينا نعيش بني ادمين. يعني سبحان الله، يعني انت طلبك ان انت عايز تعيش بني ادم بس. واربع حيطان يلموا عيالك بس. مظبوط. لكن انت قلت لي حاجه، انا مش محتاج فلوس، انا دراعي بيجيب القرش، وفروا لي شغل واربع حيطان لاولادي بس. مظبوط. طبعا انت قدمت شكاوي كتيره للمسؤولين في اسكندريه ولا حد سال فيك؟ لا ده قدمت شكاوي. مش حاجه. ان شاء الله صوتك هيوصل للمسؤولين، ورسالتك الخاصه اللي انت كلفتنا بيها للسيد رئيس الجمهوريه هتوصل ان شاء الله، وان شاء الله هتعيش زي الفل باذن الله، وربنا يقويك.